مئات المتسابقين توفتوا على الكاستينغ. أنا جيت لهنا باش نزيد ندي اكسبيريونس. عطيت بليزير بالمعاونة نتاعكم انتوما لي جوري. عندك اون بريزونس، عندك حضور سور سان. اون فوا كو عندك بوتونسيال تاع اون ستار سور سان. والتحدي الكبير هو تقديم أحسن أداء والتغلب على ستريس. أمام لجنة التحكيم. نحس بك باللي راك كريسبي بزاف. المهمة صح صعيبة. القادر باللي أنت ماشي مليح. صعيبة على المتسابقين. إن شاء الله كي ندخل تكونفيرمي باللي ماشي حشمة. غنية اللي تريحك، غنية اللي تدافع. صعيبة على لجنة التحكيم. غنية تحياتك. اللي لازمها تخير اون بروميير سيليكسيون. نغم ديزاد، المغامرة تنطلق الآن. يا سيد السادة أنت جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. قلبي يا قلبي يديك صبر عليا، وينو اللي كان يبغيك عمرو ما سال فيا. يا وجيبي لي الخبار جتام جتام كوم فوكم. كاستينغ نغم دي زاد مازال متواصل، وكما شفتوا البارح المنافسة كانت قوية بزاف وراح تزيد تقوى أكثر وأكثر. ونروح مباشرة نكتشف المتسابقين تاع نهار. نغم دي زاد نجم جديد يزاد. بون، معكم غفران بوعش من ولاية تيبازا، في عمري 17 سنة، متخصصة في الفن الأندلسي والشعبي وكل ما هو تراث جزائري. وتاني نقرأ في ثانوية علي معاشي للفنون الوطنية للفنون، دونك سبيسياليتي ميوزيك كذلك. مرحبا. وعندك موهبة التقديم أنا أقول لك. ربي يخليك. والله عندك الإيلوكونس. عندك حضور. سي غون بليزير والله. الله يسلمك. واش تبان الفنانة؟ قالوا لكش؟ واش من تبان؟ مريم بن علان. مريم بن علان سي فغي. شبيله بزاف. يسلمك. نحيوها على كل حال. تغني أندلس ثاني. تفضلي. واش غتغني لنا اليوم؟ ندير لكم شعبي ولا أندلس؟ شوفي انت شكون انت؟ الاختيار ديالك انت، لازم تغني لنا اغنيه اللي تقنعينا. هذا ما كان ان شاء الله. تو فاس لا ديفيرونس. اه وي بيان سور. اوكي، نغني لكم استخبار غريب مع صفة الشمعة والقنديل. يا من عاديتني بغير صباعي بعلي، يا من عاديتني بغير صباعي بعليك، ما تلقاي الحبيب في الظهر بحالي، يا من عاديتني بغير صباعي بعلي،
تلقاي الحبيب في الدهر بحالي يا حسرة من اللي كنت حبيبي وانا مولف بي حسره من اللي كنت حبيبي وانا مولفه بيك مولع بك يا مولدين الليلي صفت الشمعة والقنديل وطريه صفة الشمس الهجارة منين طلعت ولا هلكني ولا هلكنيسي وافراق الغزل صدات يا مسافر للبهجار وحاجب الخبار سلم على محبوبي لغنى تصيبو ولا هلكني ولا هلكنيسي وافراق الغزال صدات يعطيكم الصحة يعطيك الصحة يسلمك سمعتونا عطيتونا أعطيتونا الفرصة باش نوريو أن العالم بأكمله أن الجزائر فيها موهوبين فيها دي تالون في هذا الوطن أنت واحدة منهم الله يبارك يسلمك يعطيك الصحة أحد بكيني هذه وكا دونك عندك أن تغي بون فيبراتو ما تكتريش منه بزاف صح جو سي مع لو ستريس وكاجور بزاف حنا نقولوا لهم الخانات هادوما صح على بالك الوجه تاع الخانه تواتي شكون تواتي لو فيزاج دون فام كي تكون اون فام عندها خانه وحده هنايا شابه صح كي تطلسيها من الخانات تولي ياك دونك يجي منك على كل حال يجي منك بزاف عندك دي كاباسيتي هذا ما تعرفي تانتربريتي غير الاندلسي والاخر باغ اكزومبل اون اوتر شونسون جو سي با انا يا بدويه ولا راح الغالي راح سي مليح راح اوكي نشوفوا تاع الريتم راح الغالي راح والدغرام معاه راح الغالي راح سي بون هاجيجي غفران ورغم انها من اصغر المشتركات الا انه صوتها شباب قدر يخطف قلب لجنه التحكيم يعطيكم الصحه سامي ان غون بليزير اليوم كران يا درا اذا المتسابقين الجايين راح يكونوا على نفس المستوى وخليني نكملك سيدي جي نجح كيما تايا حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت قالع حبيبي حبيبي يا حبيبي لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة سانع ادخل فغنية غني نفسها في الإيقاع غيت بيت عيش وانا حبي الاول حبي الاخر انسي يا العمار يا العمار انسي يا الشابة نبغي يكون عشاق فيك اكثر واكثر اللي تأثر بيا غيرك يا بو عندك سيمو يكفي تعال يا أخي أبغى مقدر تقنع جام وسميرة بصح وقيل حميدو كان عنده راي واحد آخر أهلا بك صافاك ولاح
وانت لاباس. بون دابور جو سوي فان دو فو تخوا، نحبكم بين ثلاثة بزاف. شكون تحب كثر تحب؟ بوكو بليس مسيو حميدو باسكو. شميتها. خلاص انا وي. ما تغاديش سي بون. نو باسكو سي سي بوكو سي إلي دون مون ستيل تسمى شغل. انسبيري منك توجور. يا سلام عليا. بيان. مرحبا بك. محمد لامين يعرف يعيش وعرف شكون يخير. حميدو الحنين. رشيق القاد يا ما حلا داري في الشاك إتي يا مني بعد ما صدوا يا ويلا مالك عقلي وجنني سامح يا عين. شكرا يعطيك الصحة. عندك اون فوا بصح لازم تزيد تخدم شوية. محمد الأمين استخبارات واعرين على بالي بلي واعرين بصح بون راك ديرهم بزاف كاري سيد تزوق ما تجيبهاش. اوني بيان داكوغ. نشكرك على مشاركتك. ميرسي سي جونتي. ما عليش محمد الأمين خيرها في غيرها. السلام عليكم. سلام. مرحبا بك يا عيش. اسم الكريم؟ سياح محمد راشد من قسنطينة. عندي 23 سنة. الله يبارك. مرحبا بك. صراحة أنا السنطينة. عيش. يا حاجة بيزار ماشي نورمال حياتي بلا بيها صحابي وجيراني فاميلتي براس يعرفوها يدخلت يا قلبي سكنتها داري سميتها المدامة يا والله نيتي نعطي اسمي ندير مع الدار يا كنتي تسوي عندي الدنيا ارضو عليك حتى والدي يا كنت سيريو معك انتي يا كنا فور حبست السهرات وطريق العوجة معك غي انتي حبست الخير جا نصرف عليك ما عندي حاجة كنت معك لزوم ديروا لها العقل باللي راني نبغيها ومازال هي عمري راني معاها انا في دال جامي شانجي راني نقولها للناس جينيرال هي عمري نخمم فيها ليل ونهار جامي شانجي انا مقبول من عندي يا اخي يعني عندك 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 لا جوستيس عندك 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 لا بويسونس انا نقدر ندي طوني كيما نتايا ما كانش مشكل انا من عندي راك مقبول ايوا راكي كي تكون في بلاصتنا هنايا على بالك مي انا جو بونس كو مازال لازم تزيد تخدم شويه شحال في عمرك خو 23 على بالك ديسي 2 3 بالك نعاودو نتلاقاو ونلقاك درت بالك دي شونس مرت برك مانيش هكا مي تحب كيفاش كيما يحب خويا ماشي مشكل انا نقول لك ايه ولازم تسمع الجام باسكو الجام عنده اون اكسبيريونس دو سين وي ما كاش عنده الحق ما كاش المرض ما كاش ما كان وي عنده الحق ونحترم فاني حميدو لي يسمع بوذنيه وعلى بالو شغل وكيما قال لك الشيخ كبير اللي يقول لك انا نديتوني سيغ سان هذا يعيط له التواضع جامي ما منو كان تطلع بيك فوقه تكون متواضع اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع ليحسبوا ازاي عيني اللي شفته اعطيني غنية تغني فيها في الريتم وين انت راك الاز الفراق صعيب يخلي العين تدمع بالخيال يخلي صورتك ديما في البال عايش وحداني وهذا المحال الفراق صعيب
يخلي العين ترسم في الخيال، خلي صورتك تبقى في البال، نعيش وحداني وهذا المحال، عندي أمل ترجع وتهنيني، نسيني في اللي كان ودعم سنيني. شكرا إسحاق، ميرسي ميرسي إسحاق. دريا إسحاق صعيب علي نقول لك، ولكن عندك قدرات ماشي يعني صحني خايف عليك تما في هاد المسابقات. واش تحب نقول لك انا يا ما قنعتنيش كثير. عندك شغل في لي غراف، عندك جولي تريمولو، يا غير نادير بصح كان تا مونت سا شويه سا تكوانسي الحاله، دونك لازم فاصون تاع راك. انا على بالي بلي نتايا شغل راك تحب الغناء وتحب الموسيقى ومش راح تحبس. ايسي دو ترافايي لا جوستيس ديالك ريتميك اوكي، ويسي دو ترافايي تانيك ليدونتيتي ديالك، سا فا فينيغ افيك لو طون. وقيل ما تقبلش راي لجنه التحكيم، وجاتو صعيبه انه ما يديش البريه. أزوف لو لي مرة دونك يعني أيوة مثلا نساعد سيكارو كاستينغ كي على كل حال واحد الدوسيغ يا فيينا مي كنت دود نروح كيف كيف برود نروح على كيف كيف مي معليش دونك نساعد الكاستينغ كي وكند نفك وكند نحيوثو غاشي قلان تو دابور خاطر طاستو غاشي نساعد الباتريمون كابيلي تو. أيوة راه يقول بلي راني واجد باش نواجه لجنة التحكيم. بصح اون فو اونتوندر اون فوا بويسونت لازم تكون لا بريزونس فوكال ديالك عطينا اون بويسونس الي لا لا فوا بصح اونسامبل لي شغل تي بو فير ميو فوالا اكزاكتومون فوالا اون فو اون فوا فوا اونتوند دي فوا فورت. لجنة التحكيم حبت تسمع ايور في غنية واحدة اخرى، نعاودوا نرجعوا معاها بالصح بعد الفاصل. عدى وعرف ذن حواري فالدار ذي الخليل أيش لي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. حبيبي
حبيبي يا حبيبي لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة الصانع وغيرك إن وافى فما أنا ناظر إليك وغيرك إن وفى فما أنا ناظر إليه وإن ذا فما أنا ناظر فما أنا ناظر حبيبي. عندك ميتريز تاع الموالي درتو هذايا بصح فيه نقص في الدقه انا كي نقولوا فرونسي لا جيستاس انا راني حاب نقول لك اه بصح كاين ماشي خطره ماشي زوج بليزيور فوا ما باش اسكو تشاطرين الراي حميد وسميره كانوا دي طوناسيون بزاف انا صوتو مليح الصوت مليح صح انا قلت زعما نقدر نعطيكم حاجه ريتميك ولا اعطينا حاجه ريتميك فوالا من بعد حنا نديسيدي ما تدولهاش خباري ما تحكولهاش في الشهر صاري ما تدولهاش خباري ما تحكولهاش في الشهر صاري يا شمس الدين وقيل الاختيار اليوم ما كانش موفق كاين عندك بتي بروبليم في لاجيستاس في الدقه صوتك شباب عندك العرب بصح ماشي ماكش مزيان ماكش تميتريزيهم انا واش نقدر نقول لك من جهتي اسي دو دوزاج تاع الخانات ديالك والعرب نقص شويه وتكونسونطري بلوس على الدقه ليتس جو فور ذا شو سي تي رابيد سي الخير السلام عليكم سلام انا كي ضحك كي فرحانه باينه مليحة ما كيش ستريسي لا تفضلي غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني غني لي شوي شوي أغني لي وخد عيني خليني أقول الحان تتميل لها السمعين وترفرف بها الأغصان النرجس مع الياسمين وتسافر بها الربان طويل البوادي ضي شوي 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 غني لي غني وخد عيني برافو ساعتك صحة مالغري راجع غنت مليح بصح لجنة التحكيم طلبت منها غنية واحدة أخرى بصح نقول لكم يعطيكم الصحة عملتوا مليح أبلبوزي يا نسيدي أبلبوزي يا نسيدي أبلبوزي يا أبلبوزي الله يا الله ابن بوزيان ادويني وداوي بلادي يا ابن بوزيان ادويني وداوي حالتي يا ابن بوزيان ادويني وداوي بلادي يا ابن بوزيان الشيخ ابن بوزيان 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 هالشيخ الله يعطيك صحة الشيخ حميدو الأستاذ حميدو خرج البريا وقال لك سي بون يا صاحبي تفضلي كي جيت ما كانش شعري طويل هكذا شحال عندنا احنا هنايا واحد الميتر طوال اليوم زاد واحد الميتر خممت ملي باغي حياتي معاك نعيشها نوض ونطيح ومعاك ندير لافني
تمنيت معاك داري ملمومة وكانت روحي وش ندير يا الغالية ما عندك سومة معاك انتي كيفش ندير خطينا من الناس اللي داروا علينا حكايات انا وانتي ما يفارقنا غير الممات نعرضوا حبابنا وقع الحومة في عرس كبير وتكوني شابة حتى القبر منك يغير نعرضوا حبابنا وقع الحومة في عرس كبير وتكوني شابة حتى القبر منك يغير ويا الغالية ويا الغالية مالك ومالي أنا يا نار القادية ويا الغالية ويا الغالية مالك ومالي أنا يا نار القادية برافو شكرا عندك شافسة تاع مامي تيرانا 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 لا 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 تيرانا 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 قلبي ما يسعفنيش يا وزقول عدويا المشكل الأول اللي راه يواجه المتنافسين هو الخوف والرهبة الحاجة اللي راه يتأثر بزاف على الأداء ديالهم معها هي عارفها تبغيني جامي بينت ليا لازم تخدمي أنكور بلوس تافوا لازم تعرفي لازم تتعرفي على الصوت تاعك قتل النفوس محرمون لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل أرضى ميرسي بور لا فيزيت ميرسي بور مشاركة يعطيكم الصحة يعطيك الصحة مجيد الزهري وأجلا دبيض لوان ما زال زيد تخدم شويه سينسيرمون باسكو يا دي كانديدا ولا غان اونكور بلو بيرفورمون وما تجوزناهمش اي زينا ما درتي فينا انا وقلبي عوسنا لي ملقي تحمون خويا نتمنى لك النجاح ان شاء الله في المستقبل ربي يحفظكم صافي بليزي ثاني كشفتكم الله يسلمك صحيت شكرا كي شاركت معنا اتحدى العالم كله وانا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك دوك تقولنا واسمك تقولنا لاخور واسمني ما قدرش تدخل أرسلان كان خايف باش يوقف قدام لجنة التحكيم واللي حست به وكي العادة ناضوا باش يديروا له الكوغاج واسمه أرسلان زي. الله يبارك أرسلان 19 عام 19 عام منين جيت؟ تيزي وز الله يبارك يا سيدي مرحبا يسك يوم نعطفو بنصار محا جاوز ومرتاح صابوني من اللي عت الهوى نشول بلا رواح صابوني من اللي عت الهوى نشول بلا راح أرسلان عاودت لحالك طراك وي دونك راك بارتيسيبيت معنا ونشكرك على مشاركتك معنا في نغم دي زاد ونتمنوا لك ان شاء الله المزيد من ياك من التوفيق والنجاح صافا انت كيف بيان بيان صافا امورك مريقله شي لا قلت لك انت يا باه تدير ورم اب هكا قبل ما تغني دير ايشوفمون شوفي لا فوا من مع كاميليا قبل ما نطلعوا سوسين
بونجور 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 كي راكم غايا؟ لاباس انت؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله جام حميدو حبكم كيما راكم سميرة انا المغبون وسبابي نسيا انا منك وما نبراش العشق صعيب ونار قويه فهميني يا بنس الناس اه ونجيك هاد الليالي وزيدي تقريدي وهاي ياي ونسي اللي قلتي لي رواح وسبيتيني خلا وياي واش يبان لك مستريسي صافا قولي لي يا هاي وسبابي نسيا صحة صحة فارس صحيت أنا وي أسكو عجبني أنا وي أنا وي طعب ماركيت لنا بوان انت يا وش نشوفو الهيئة الضحكة وكلش كاينة بصح البلوز امبورطون سي كوا النغمة رانا هنا في نغم دي زاد سمع لازم لافوا ديالك هي الاولى ومن بعد باش نشوفوا لا سويت شتو دمون دو ترافاي سيريوزمون داكور اوكي حبيبي داكور حاب يقول باللي انا نقابل وكي انا نقابل انا وحميدو دونك سميرة جوبونس انا نقول ايه مي لازم تدقق بالله يا حمامي أرسل معك كتاب لمن يهوى غرامي ولفني في التهاب بالله يا حمامي أرسل معك كتاب لمن يهوى غرامي خلاني في التهاب ونكروا عشراتي ونسوا موداتي لو كانوا يعرفوني ما نكروا عشراتي أنا من عندي رك مقبول أنا عندي مشكل شو ديزولي جو سي با لا نقول لك إيه ولا لا لا علاه لا خاطر مشي كيما نحب جيساي ديتر أوبجيكتيف نكون يعني واضحة كي سمعتك عنده الحق حميدو شغل عندك دي فاسيليتي فوكال كاينين لا فوا كاينه دونك عندي مشكل جو مانيش عارفه بين ندير لك ماما ستيل كابيل بتاتر لجنه التحكيم حبوا يمدوا لك فرصه ثانيه زعما راح تقنعهم نشوفوا بعد الفاصل اذررنا جرجرا علي ويني فازها يحبك ولي أطا الله عليك وي اضرب الضجر قزنا سوث ووال يوزن يا سانا الهفا تساء صحيت تنمير ايه صبرت وذاك حد صبري عيت ناقر في المحاين وما نهناش لا سكت قبري حمد لله الموت كاين صبرت وذاك حد صبري عيت ناقر في المحاين وما نهناش لا سكت قبري حمد لله الموت كاين طحوا عينيها في عينيها سود هي خمرية شعورها اخوات منهبية راسي مديواسي
بالك شايفها في منامي ولا نعاسي بالك ظهرات منامي شافوا تفيا من صغري سيتو باثرت الدرام زد قوتي أنا فكري الناس تعرف ماني شغال شافوا تفيا من صغري سيتو باثرت الدرام زد قوتي أنا فكري الناس تعرف ماني شغال آي محمد أنا قصتني سي با باسكو كاين بريا في الغنية باسكو بالك اللي ما اليوم نشوفو فينا في لاطيلي لا شونتي أم وخصو كنت بارتي في الغنية ديالي ما كنتش راح نغنيها على هاد على هاد النقطة نو 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 أنا فاش عجبتني في زوج عفايس لا بروميير عندك اون سونسيبيليتي صا ديال تقيس كي تغني ميم سي لا فوا ديالك الي با تري بويسونت مي عندها هذاك لو فيلينغ عندها واحد لا سونسيبيليتي الإحساس ديالك يقيس أنا نقدر نبدا ونقول لك أن بيغ أب وي انترناسيونال بيان سور خو وزدو نشوفو مع سميرة وحميدو واش قولكم دابور مع حميدو وي انا نقول لك ايه بصح جي بوزوا ميم في السنتيمونتال جي بوزوا نحس شغل كفاه نقولو الحس كان فيه الحس انا حسيت طريطري بيه على بالي حسيت بي جي بوزوا دافوار ان بلوس شغل ان سبيكتر دو دانتربريتاسيون شغل سي با جوست دو لا ريبريز tu vois ce que je veux dire donc inchallah خمم كيفاه تقدر تخرج من شغل جاب لي ربي راك شغل في بواطه سي با باسكو تغني سنتيمونتال انا بالي كيما تطلقش روحك ولا هذا شاني باغي نقول لك الأصوات الشابة ما زالها تلتحق بالكاستينج بصح مع الأسف الأماكن راهي محدودة وباش تضمن بلاستيك لازم تكون المخير تاع المخير كاكود ما نمس فراق زريغ ذمي ما ثش ثيقا كاكود ما نمس فراق وزوالي وفحل نموت وما نحملش الذلة سقسي واسأل لي ضربوا الصحراء وزيد التلة زوالي وفحل نموت وما نحملش الذلة سقسي واسأل لي ضربوا الصحراء وزيد التلة هكذا عرفوني يا دي فوا لي ما تقبلهمش هما لي يديروا كاريير هما لي هما لي هما لي يولوا سوفون سي سوفون سا وي سوفون سي سوفون سا بالك سا ترون سيرفيس ما نقبلكش ان توكا انا نشوف بنغم دي زاد نقولها لك بكل صراحه بنغم دي زاد وبلا نغم دي زاد انا راني شايفك في ان بروجي ديالك ونعاودوا نتلاقاو بالك اون فوا البروجي ديالك يوجد وبدا ونزيدو نقصرو عليها ان شاء الله فهمت عندك تا كلك شوز قدم لنا نفسك معكم رغيس محمد امين من ولايه العاصمه محمد اصغر مشترك في نغم دي زاد واللي عمره غير 16 سنه او يلي ما عدو زهر ما عدو والو ويولي دس في الحفرة يا ما نبلع بيبي ونصبر قلبي وعلى اللي فوات والغالي ربي واللي كتبه لي في خيرات نبلع بيبي ونصبر قلبي واللي فوات والعاطي ربي واللي كتبه لي في خيرات ما بقى وحبيبي ما بقى وصحابي ما بقى وقعتات ابكي يا عيني ودموعي سيلي الدمعات ما بقى وحبابي ما بقى وصحابي ما بقى وقعدت يا ابكي يا عيني خايف اكثر من انت راني مستريس اكثر من انت مين راه جايبها بيا كيما وخلوني ما شاء الله هذه فيها خير ان شاء الله وخلوني انا اتمنى على سبب ذاتي قوي قبلو نبكي نظر يا الحمد لله كنت ديجا مامن بيه خلوني هذاك هو الصح نبكي نظري خلوني صحتك صحتك
ما عندي ما نقول. هيا غير. ما عندي ما نقول. أرواح. تفضل تفضل. أعطيك زوج قاع. الله يبارك الله يبارك مبروك عليك الله يسلمك صحيح الحمد لله والله عندك صوت ما شاء الله كمل سم دونك هذول اللي خيرناهم كامل لازم نزيدو نخيرو منهم 24 سمح بيقول ميم اللي داو انفلوب صافي با دير اوفيسيالمون راهم في لا بروشين ايتاب سي سا هذه سي بري سيليكسيون هذه لا بري سيليكسيون بعدا موراهم لازم يخرجوا نخرجوا 24 سي صح 24 باقي يقعدوا واقيلا 12 ومن بعد يقعدوا 6 لي فيناليست لي سي فيناليست سا سي بور لي برايم ولا ولا كيكو لو ميور غانيا. المرحله الاولى من نغم دي زاد خلاصت هنا ولجنه التحكيم اللي كانت اختارت 62 متسابق في الكاستينج عندها مهمه اصعب وهي اختيار 24 متسابق فقط. وهنا راح يستعينوا بالمايسترو أمين دهان اللي راح يرافق ويأطر الفائزين في الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم. على كل حال كنتوا كامل يعني في مستوى كبير. هذا هو اللي أدى رجع المهمة تاعنا صعبة كثير باش 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 نخرجوا 24 من 62 اللي اخترناهم مسبقا. كامل تغنوا مليح، كامل عندكم مستوى مميز، كامل هايلين. فرانشمون مهمة صعبة. أنا لأول مرة ندير لجنة التحكيم في مسابقة كيما هذه، ونقدر نقول لكم بلي أنا فخور بكم كامل كيما راكم. كان لي شرف نتلاقى بكم، كان لي شرف نكتشف أصوات عجيبة، أصوات فيها ال وش راني نشوف في عينيكم، راني نشوف الأمل، راني نشوف الفن الجزائري، راني نشوف الموسيقى، راني نشوف هاد الشبيبة، راني نشوف بلي الجزائر مازال عندها ال باردون مازال عندها ال أنا فخورة بزاف اللي تلاقيت بكم. لي اليوم ما جازوش ما يزوجوش في الأكاديمية سي با لا فان دو موند. راكم عندكم كاع ديجا عندكم ان اونيفير، عندكم ديجا طابع، عندكم ديجا امكانيات، ومازالت الطريق طويله. ومام لي رايحين يروحوا الأكاديمية هذه ماشي معناه بلي رايحين يتفوزوا ورايحين يتفوقوا فنيا. دونك كاين المكان لكل واحد منكم في الميدان تاع الفن الجزائري والعالمي، وراني فخوره. ميرسي بوكو اللي عطيتونا شغل الثقه تاعكم، اللي خليتوا رواحكم مديتونا من رواحكم من وقتكم من فنكم. الفن هو شغل تحلوا رواحكم شغل سان زوكان ارتيفيس. التجربه هذه هي كانت صعيبه كثير، باسكو حسيت وكنت في بلاصتكم انا واحد الوقت عندها بالك واحد 6 سنين ولا 7 سنين، وعلى بالي اكزاكتومون واش راكم تحسوا. سميره تاني جات على هاد المشوار وين كانوا لجنه التحكيم قدامها وعطاو لها القرار. بتجربتي هذه نقدر نقول لكم باللي انا نهار جست كيما نتوما خرجت في البريمي تور، تسمى ما لحقتش وين راكم لاحقين نتوما، ولكن درت مشواري موراها بفضل هذاك الباساج اللي درتو لقيت روحي. اللحظة اللي كنا نستناو فيها كامل لحقت، وبدون إطالة ومن غير سوسبنس نروح ونكتشفوا مع بعض أسماء الفائزين اللي رح يلتحقوا بأكاديمية نغم دي زاد. ولكن المفاجأة أنه الجوري قرروا باش يختاروا 25 فائز بدل 24 باش يلتحقوا بالأكاديمية، وهذا نظرا للمنافسة الكبيرة اللي كانت في الكاستينج. بشير طه دينار، مستغانم سندس دحماني، عنابة ماريا، بشرى فركوس، عنابة بشرى بن عزيزة، غيليزان إسراء، سعيدي البويرة، غفران بوعاش، تيبازا أكرم، عرفي تيبازا، لطفي زعبوبي، بسكرة عمر، صالحي أدرار،
رجاء بالبشير، أدرار، هدى غنومات، تيارت، خير الدين حاج شعيب، تيارت، يانيس إي مخلوفن، بجاية، محمد ياحي، تيزي وزو، محمد أمين الغيس، العاصمة، فاطمة صالحي، البيض، نايل خليفة، مسيلة، رضا رشداوي، سطيف، حمزة بكراع، العاصمة، عبد الكريم ميمون، المسيلة، محمد أنس علام، تنمسان، آية قلعي، تبسة، هيثم كليل، خنشلة، وائل القيوع، ميلا، نرجس عبد الدايم، العاصمة. هما لي 24 كانديدا غادي تكونوا مقسمين على سور وي تروا جروب، شاك جروب فيه وي كانديدا، وكل كل جروب غادي يفوت في ان برايم باش من بعد يروح الكاتريام برايم اللي هي لا فينال. فكل جروب عنده اون كلكو سورت اون سيمين دو ترافاي، سيمانه تاع خدمه. هذه سيمانه خدمه تاع الخدمه ماشي تاع الزعقه، تاع الحريت نهار وليل، تاع نحافظ على لافوا تاعي. كاين واحد المثل، بويا كان يقولها لي الله يرحمه، كان يقول لي الفن دله يدلك. ما كان لها نشرحها لكم الجمله باينه راهي بالدارجه، الا دليت الفن صافي انت ما احترمتوش، والا ما احترمتش الفن، الفن ما غاديش يحترمك. فنتلاقوا غدوه ان شاء الله باش نحكيوا على الحكايه تاع لي شونسون. نتوما اليوم كي تدخل ترقد خموا، كل واحد فيكم يخمم على لي 3 شونسون اللي غادي يغنيهم. ومرحبا بكم في الأكاديمي، ومرحبا بكم في نغم دي زاد. المهمة تمت بنجاح وتم اختيار أجمل الأصوات. نضرب لكم موعد في العدد الأول من أكاديمية نغم دي زاد.